رز بالكبد والكلاوي والقلوب. عندي رز بلدي، زيت دورة كريستال، كبدة، كلاوي، قلوب، بصل، توم، كرفس، كرات، وعندي بهارات مشكلة، جوز الطيب، روزماري، فلفل ألوان. تعالوا بقى نخش على الجد، والجد هل هل عليه، خش على الجد والجد هل هل عليه. طيب يلا بقى نجيب أول حاجة زيت ذرة، حتى في الفتح سهل اهو، في زيت تاني الواحد بيفتحه يروح ايه ينبطح على الارض على ما يجيبه يعني هنا ايه حكي منها، ادي حتى القفل بتاعها ما بيتقطعش، ده الزيت بتاعنا. نشيل بقى كده ونشوف بقى هنعمل ايه مع حضراتكم. عايز الاكلة دي تطلع متحبشة تحبشة ملاش حل. وبعدين الميزة الحلوة في الاكلة دي بقى ما فيهاش لا ايه لا طماطم ولا عك ولا لك حاجة كده، واو ناشفة. طيب كده عندي الكلاوي اقطعها صغيرة كده، حطينا بصل وتوم. نصلي على النبي. بنزل بالكلاوي الاول اهو، عشان الكلاوي بتاخد وقت سوى عن الكبدة. شفت بقى يا باشا اهو، معلش احنا بنتكلم. شفت بقى عملت ازاي الكبده؟ ابيضت، ما جابتش ميتها، ما وجعتش قلبي معاها اهي، وبقت فاينه اهي، جميله جميله. نص الطيب، بهارات، ورق لورا، كمون، فلفل حراق، زعتر، فلفل الوان، ادي الملح، ادي الفلفل اهو. شفت باش عملت ايه؟ بيقول لي يعني ما كان ممكن اعمل اسمه كده، ما انا عارف، انا عارف يا باش، انا عارف، انا عارف دايما انت الزعيم بتاعنا. حبيبي يا رسول الله، حبيبي يا رسول الله، النبي ربنا هيكرمنا ان شاء الله، هو كرمنا والحمد لله، بس كمان وكمان احنا طماعين.